كل السادة الضيوف لو تكرمتم كل يجلس في مفعله. هو ده اللي خلى غطر الناس اللي جزء من الناس اللي هو حر قوي. ما انا بقول لك عايزين قلت لهم برات الناس. احنا قاعدين في بيتك يا استاذ صلاح. لا والله بيتك وانتوا احنا بيت الامه. وبعدين بيت الامه نقاط صحفيين بيت الامه. يسدوا علينا شيخ احمد الجعفري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Huh?